احلام وعد يشوف حلمه بعني بس الشرط ولا قدام وافق يعني هيعمل ايه من غير حتى ما يسأل ليه هنا لو سم كان عبد ودانه ولا كان حتى يسأل فيه مين علشان افكار ممتاز كان طلع من جيبه جنيه بس اتفاجئ ان الوعد اللي زمان وعده تحول ايه بوابة حديد مقفول عليه ممتاز ناجح ممتاز عقله غلب مليون استاذ ذكي بالفطرة وعقله رهيب كل يومين يعمل انجاز ممتاز ناجح ممتاز ما دخلش مسابقة الا وفاز لو عشرة زمايله بنفسه هيلاقوا قولهم جاب الجاز كل يوم